Hello everyone, assalamu alaikum. In this video, we will learn simple present. تختلف أزمنة الأفعال في اللغة الإنجليزية وتنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي أزمنة المضارع present tenses، وأزمنة الماضي past tenses، وأزمنة المستقبل future tenses. وفي كل قسم توجد أربعة أنواع. فمثلا في present tenses أو أزمنة الحاضر نجد present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous. وفي أزمنة الباست أو الماضي نجد past simple, past continuous, past perfect continuous. وفي أزمنة المستقبل future tenses نجد future simple, future continuous, future perfect continuous. لكن في هذا الفيديو سنتحدث عن المضارع البسيط simple present أو present simple، فهما سيان. Hello everyone. Assalamu alaikum. In this video, we will learn simple present, المضارع البسيط. I'm pretty sure that every one of you know about the verb to be in simple present. Is, are. أنا متأكد أنكم الآن تعرفون verb to be في زمن المضارع البسيط. فهناك اختلاف بسيط بينهما. The simple present talks about things we do now in the present. المضارع البسيط يتحدث عن الأشياء التي نقوم بها أو نفعلها الآن في زمن الحاضر. مثلا here is the past الماضي, here is the future وهنا المستقبل, and here is the present and the simple present is here وهنا المضارع أو الحاضر والمضارع البسيط يوجد هنا. Let's start with these examples. لنبدأ بهذه الأمثلة. I go to school every day. أنا أذهب للمدرسة كل يوم. She goes to school every day. هي تذهب للمدرسة كل يوم. لاحظ هنا استعملنا نفس الفعل وهو go، لكن عندما تغير الفاعل subject من I إلى she تغير معه شكل الفعل وأضفنا له es. مثال آخر. إبراهيم likes American movies. إبراهيم يحب الأفلام الأمريكية. سعيدة and علي like American movies. سعيدة وعلي يحبان الأفلام الأمريكية. لاحظ أيضا هنا لدينا نفس الفعل وهو like، لكن وقع له نفس التغيير، فعندما كنا نتحدث عن إبراهيم وهو مفرد أضفنا للفعل s، وعندما كنا نتحدث عن سعيدة وعلي لم نضف للفعل أي شيء وبقي في صيغته الأصلية. The verb in simple present is always in the infinitive form. It doesn't change with pronouns I, you, we, they, except the pronouns he, she, it. We add s to the verb following them. يتكون زمن المضارع البسيط من الفعل في التصريف الأول infinitive، أي الفعل بدون أي إضافات مع استثناء الضمائر he, she, it. يضاف s للفعل الذي يليهم دائما في زمن المضارع البسيط. أما باقي الضمائر I, you, we, they فلا يضاف للفعل أي شيء. For example, I like pizza. أنا أحب البيتزا. He likes pizza. هو يحب البيتزا. وإذا لاحظت في الفعل like هنا في المثال الثاني أضيف له s لأن الضمير أو subject هو he. إذا نظرنا للمثال الأول I like pizza، فالقاعدة هي subject plus verb plus object، أي فاعل زائد فعل زائد مفعول به. ولكن إذا نظرنا إلى المثال الثاني he likes pizza، فالقاعدة هي subject plus verb plus s plus object، أي فاعل زائد فعل زائد s زائد مفعول به. يعني إذا كان الفاعل subject أحد الضمائر التالية I, you, we, they فالقاعدة الأولى صحيحة، وإذا كان الفاعل subject أحد الضمائر التالية he, she, it فالقاعدة الثانية هي صحيحة. لكن دعنا نعمم هذه القاعدة ونجمع بين القاعدة الأولى والثانية ونحصل على قاعدة عامة، وهي subject plus verb plus s es or ies إذا كان الفاعل he,
she, it فقط. ثم زائد object مفعول به. Why do we add s, es or is to some verbs when we use the pronouns he, she and it? سأشرح لك هنا لماذا نضيف s أو es أو is لبعض الأفعال عندما يكون الفاعل he, she أو it. فالقاعدة العامة تقول أضف s عندما يكون الفاعل هو he, she أو it. مثال work, works يعمل. eat, eats يأكل. sleep, sleeps ينام. swim, swims يسبح. write, writes يكتب إلى غير ذلك. لكن عندما ينتهي الفعل بأحد هذه الحروف أو SS, SH, CH, X فنضيف له ES عندما يكون الفاعل subject هو he, she or it. مثال do فالفعل هنا ينتهي ب أو وبالتالي نضيف له ES ويصبح does. نفس الشيء بالنسبة ل wash يغسل فهو ينتهي ب SH ونفس الشيء بالنسبة ل watch يتفرج فهو ينتهي ب CH لذا نضيف لهم ES. كذلك verb mess فهو ينتهي ب SS لذلك نضيف له ES. نفس الشيء بالنسبة ل mix فهو ينتهي ب X لذلك نضيف له ES. وكذلك الفعل go يذهب فهو ينتهي ب O كذلك نضيف له ES فقط عندما يكون الفاعل subject هو he, she أو it. وعندما ينتهي الفعل ب consonant plus Y فالقاعدة تقول أحذف Y وأضف IES مثلا study. فإذا لاحظت هنا فالفعل study يدرس ينتهي ب Y وبعده D consonant وليس vowel لذا نحذف Y ونضيف IES studies. كذلك بالنسبة لtry يحاول فهو ينتهي بY لذا سنحذف Y ثم نضيف IES. نفس الشيء بالنسبة لcry سيكون هو cries وfly flies. أما بالنسبة للأفعال play stay say enjoy فنضيف لهما s فقط بالرغم من انهما افعال كلها تنتهي ب y لان ما قبل y ليس consonant بل vowel. لاحظ فكل هذه الحروف ليست consonants فهي vowels وبالتالي نضيف فقط s. When do we use the simple present? How do we use it? اذا متى نستعمل المضارع البسيط وكيف نستعمله؟ سنتحدث هنا عن استخدامات المضارع البسيط. We use the present simple to talk about facts and truths. نستعمل زمن المضارع البسيط للدلالة على الحقائق والثوابت. For example, the sun rises from the east. الشمس تشرق من الشرق. The earth goes around the sun. الأرض تدور حول الشمس. The water boils at 100 degrees. الماء يتبخر عند الغليان. So all these sentences are truths and facts. يعني وكل هذه الأمثلة والجمل هنا فهي حقائق ثابتة لا تغير لذلك نستعمل معها simple present. We use it also to talk about habits and routines. نستعمل المضارع البسيط أيضا للحديث عن العادات والروتينات اليومية أو الأشياء التي يعتاد الفرد القيام بها كل يوم. For example, I wake up at 6 a.m. every day. أستيقظ كل يوم على الساعة السادسة صباحا. Secondly, we visit our grandma every Sunday. نزور جدتي كل يوم أحد. She takes a shower every morning. هي تستحم كل يوم. وهذه الأمثلة كلها تدل على العادات والروتينات التي يقوم بها الفرد أو التي يعتاد عليها. So, نستعمل معها simple present. We use the simple present also to talk about feelings and emotions. نستعمل المضارع البسيط أيضا للحديث عن الأحاسيس والمشاعر. For example, she is happy. إنها سعيدة أو هي سعيدة. He loves his brother so much. هو يحب أخيه كثيرا. They like English football league. هم يحبون الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وكل هذه الجمل تدل عن الأحاسيس والمشاعر بالتالي نستعمل معها simple present. We use it also to talk about opinions. نستعمل أيضا للحديث عن الآراء. For example,
I think that TV is good for kids. أنا أعتقد بأن التلفاز جيدة بالنسبة للأطفال. She believes that Facebook is great. هي تعتقد أو تؤمن بأن فيسبوك جيد. He thinks that coronavirus will end soon. هو يعتقد أو يؤمن بأن فيروس كورونا سينتهي عاجلا. And all the sentences are opinions. وبالتالي نستعمل معها simple present. Also, we use it to talk about future events. يستخدم كذلك المضارع البسيط للدلالة على المستقبل، خاصة عند الحديث عن المواعيد والجداول الزمنية وخطط مستقبلية. For example, the train leaves at 9 p.m. سيغادر القطار عند الساعة 9 صباحا. The plane to London takes off in 5 minutes. الطائرة الذاهبة إلى لندن ستغادر بعد 5 دقائق. Yusuf arrives at 5 and the party starts at 6. سيصل يوسف مع الخامسة وتبدأ الحفلة مع الساعة السادسة. And finally, we use it to talk about states and origins. نستخدمه كذلك للتعبير عن الحالات أو الأصل. For example, سعيدة lives in Morocco. سعيدة تعيش في المغرب. They live in Egypt. هم يعيشون في مصر. He is from Nigeria and he's a doctor. هو من نيجيريا وهو دكتور. وكل هذه الأمثلة تدل عن الأصل أو الحالة، لذا نستعمل مع simple present. The negative form. النفي. In the negative form of the simple present, we usually use the helping verb do. في النفي في زمن المضارع البسيط دائما نستعمل الفعل المساعد do، ونستعمل don't or do not مع هذه الضمائر I, you, we, they، ونستعمل doesn't or does not مع الضمائر التي نستعمل s مع الفعل وهي he, she و it. Examples: I don't speak Chinese. أنا لا أتحدث اللغة الصينية. You don't speak Chinese. أنت لا تتحدث اللغة الصينية. We don't speak Chinese. نحن لا نتحدث اللغة الصينية. They don't speak Chinese. هم لا يتحدثون اللغة الصينية. أما بالنسبة للضمائر التي نستعمل معها doesn't، فنقول He doesn't eat fish. She doesn't eat fish. هي لا تأكل الأسماك. It doesn't eat fish. إنها لا تأكل الأسماك. وبالطبع نتحدث هنا عن الغير العاقل، أي حيوان، الكلب أو قط أو غير ذلك. Now that، لاحظ أن doesn't هي نفسها does not، فقط هي ملخصة أو short form. Don't تعني do not، وهي فقط تلخيصها أو تصغيرها، which is short form. The interrogative form، السؤال في المضارع البسيط، أو كيف نصيغ السؤال في المضارع البسيط. How to form questions in simple present. For example, she likes pizza. هي تحب البيتزا. لكن إذا أردنا أن نسأل هل هي تحب البيتزا، فسنقول Does she like pizza? Another example: They go to school every day. هم يذهبون إلى المدرسة كل يوم. لكن إذا أردنا أن نسأل هل هم يذهبون إلى المدرسة كل يوم، سنقول Do they go to school every day? لاحظ هنا في الجملة الأولى استعملنا does، لأن subject أو الفاعل هو she. وفي الجملة الثانية استعملنا do لأن الفاعل أو subject هو they. ومن هذين المثالين السابقين نستخلص أو نستنتج بأن صيغة السؤال في المضارع البسيط دائما نستعمل الفعل المساعد do أيضا. فنستعمل does مع الضمائر he, she, it، ونستعمل do مع الضمائر I, you, we, they. Examples: Does he eat fish? هل هو يأكل الأسماك؟ Does she eat fish? هل هي تأكل الأسماك؟ Does it eat fish? هل تأكل الأسماك؟ أما بالنسبة للضمائر الأخرى فنقول Do I speak Chinese? هل أتحدث الصينية؟ Do you speak Chinese? هل تتحدث اللغة الصينية؟ Do we speak Chinese? هل نتحدث اللغة الصينية؟ Do they speak Chinese? هل هم يتحدثون اللغة الصينية؟ لكن الشيء الذي يجب الانتباه إليه جيدا هو صياغة السؤال في المضارع البسيط simple present حينما يكون verb to be أو فعل الكينونة في الجملة am, is, are. فمثلا في هذه الجملة she is nice، هي جميلة. إذا أردنا أن نقول أو نسأل هل هي جميلة، فلن نستعمل الفعل المساعد does.
بالتالي فإن قلنا that she is nice هي جملة خاطئة ولا يمكن استعمالها في اللغة الإنجليزية. إذن عندما يكون verb to be فعل الكينونة في الجملة لا نستعمل الفعل المساعد do لصياغة السؤال، فقط نكتفي بتغيير مكان الفعل والفاعل ونسبق دائما الverb to be الذي هو موجود في الجملة. فمثلا في هذه الجملة سنقول Is she nice؟ هل هي جميلة؟ وهكذا تكون الجملة صحيحة 100%. إذن فالقاعدة العامة لصياغة السؤال في المضارع البسيط Simple Present هي We use do, does, plus subject, plus verb, plus object. We use do إذا كان الفاعل I, we, you, they. أما إذا كان الفاعل أحد ضمائر he, she, it فنستعمل does. وإذا كان verb to be am, is, are في الجملة فالقاعدة هي am, or, is, or, are plus subject plus object plus question mark. أسئلة المضارع البسيط دائما يكون الجواب عليها بالنفي أو الإثبات. You say yes or no. Examples: Is he a doctor? هل هو طبيب؟ للإثبات نقول Yes, he is. للنفي نقول No, he isn't. Do you like couscous? هل تحب الكسكس؟ للإثبات نقول Yes, I do. للنفي نقول No, I don't. Another example. Are they students? هل هم تلاميذ أو طلبة؟ للإثبات you say Yes, they are. للنفي No, they aren't. Another example. Does she speak English? هل هي تتحدث الإنجليزية؟ للإثبات نقول Yes, she does. للنفي نقول No, she doesn't. Time expressions أو الكلمات الدالة. Time expressions are the expressions that show exactly what talking about the present. هي الكلمات التي تساعدك للإجابة عن أسئلة الامتحانات وتساعدك أيضا كي تعرف الزمن الذي تتحدث عنه الجملة، وبالتالي تستطيع تحديد الزمن الصحيح الذي سيوضع فيه الفعل. For example, we use it with every day كل يوم، every week كل أسبوع، every month كل شهر، every year كل سنة. ونستعمل كذلك with once a day مرة كل يوم، once a week مرة كل أسبوع، once a month مرة كل شهر، once a year مرة كل عام. ونستعمل كذلك مع twice، twice a day مرتين في اليوم، twice a week مرتين في الأسبوع، twice a month مرتين في الشهر، once a year مرتين في السنة، وهكذا. We use the present simple also with adverbs of frequency. نستعمله أيضا مع ظروف التكرار أو التردد. For example, always دائما، usually عادة، often أحيانا، sometimes في بعض الأحيان، rarely نادرا، never which means أبدا. Use it also with every morning كل صباح، every afternoon كل مساء، every night كل ليلة. And we use it also with on Sundays في أيام الأحد، on Fridays في أيام الجمعة، etc. In the first exercise here we need to choose whether we are going to use don't or doesn't. هنا سنختار الجواب الصحيح، هل سنقول don't or doesn't. For example, he have a dog. What are we going to say here? ماذا سنقول هنا؟ سنقول he doesn't have a dog because we have he. كما قلنا عندما يكون لدينا الضمير أو الفاعل he نستعمل doesn't. I go to school. The correct answer is I don't go to school because we have I. The subject is I. الفاعل هنا I، إذن سنستعمل don't. She use a computer. The answer is she doesn't use a computer. لأن هنا لدينا she، يعني دائما يمشي معها doesn't. We drink coffee. The answer is we don't drink coffee because we have we. نحن. It costs very much. The answer is it doesn't cost very much because we have it. In this exercise, we're going to make questions.
سنصيغ سؤال من خلال الجملة التي أعطيت لنا. For example, he has a dog. What is the question of this sentence? The answer is, does he have a dog? هل لديه كلب؟ The next sentence, they are nice. The question is, are they nice? هل هم جميلون؟ She lives in Paris. The answer is, does she live in Paris? هل هي تعيش في باريس? It's a nice dog. The question is it a nice dog? هل هو كلب جميل? Muhammad likes football. The question is, does Muhammad like football? Well, in this exercise here, we're going to choose the correct verb and put it in the correct form. So we have a list of verbs here, clean, wash, brush. We're going to choose which one is correct and then put it in the correct form. في هذا التمرين سوف نختار أحد من هذه الأفعال الموجودة هنا ثم سنضعه في الصيغة الصحيحة في الجملة التي في الأسفل. So here we have she, her face every morning. Are we going to say she clean, wash, brush her face every morning? So the answer is She washes her face every morning because we have she. The next one here. They board games every day. The answer is they play board games every day. He stays after breakfast. The answer is he usually brushes his teeth after breakfast. She her homework every night. The answer is She does her homework every night because we have here she. Next one, he usually a quick shower after work. The answer is he usually takes a quick shower after work. Next exercise, put the verbs in brackets in the correct form. ضع الأفعال التي بين قوسين في الزمن الصحيح أو في الصيغة الصحيحة. Let's begin with the first one. You can stop the video and do the exercise. يمكنك توقيف الفيديو ثم حاول أن تجيب عن أسئلة كلها. محمد like football. هنا we have محمد. لدينا محمد. ومحمد سيعوض الضمير he. إذن سنضيف S للفاعل وسنقول محمد likes football. Second, you live in Morocco. هنا لدينا you وهنا لدينا علامة الاستفهام أي المطلوب هو سؤال. So وعندما سنصيغ سؤال دائما نحتاج إلى does. Or do. وهنا لدينا you. إذن سنستعمل do. So this, the question will be, do you live in Morocco? Sentence number 3. She be from Russia. لدينا هنا she. إذن سنستعمل be في الصيغة الصحيحة اللي هي is. She is from Russia. Sentence 4. He now my name. هنا لدينا الضمير he. وهنا لدينا علامة الاستفهام. إذن هنا سنستعمل do or Does. So the question is going to be, does he know my name? هل يعرف اسمي؟ And وقلنا دائما يكون جواب بالإثبات أو النفي. وهنا لدينا yes, إذن الإثبات. سنقول yes, he does. The last sentence, my dog not like fish. هنا لدينا my dog ويعوضه الضمير it. وهنا لدينا not, يعني سنحتاج إلى النيجاتيف. وفي النيجاتيف فورم we use don't or doesn't زائد الفعل. So we're going to say my dog doesn't like fish. And that's it. Thank you for watching. I hope you enjoyed this video. Please if you like the video, subscribe and click on the like button. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك والضغط على زر like. وشكرا.